أول شيء جت قوة خاصة طوقوا البلد، طوقونا هون يعني، وطوقوا حار جيراننا، إحنا جيران هم طوقونا هون وطوقوا المنطقة. أنا فجأة فتحت الشباك وصاروا يقولوا لي فوت سكر الشباك، أنا أجي أسلم حاله وحط البارودي هون على الدرج، كانوا طفون يعني لا قاوم ولا عمل ولا أي شيء، الله يرحمه. حاصروا الجيش والقوات الخاصة من عدة جهات، فندوا على مكبرات الصوت سلم حالك سلم حالك، ففتح الباب، وأول ما فتح الباب صفوا على المطرح.